القراءة صناعة للذات وتغذية للعقول ومستشفى لها. ليس هذا فحسب، بل إنها قادرة على خلق الوعي والتثقيف والارتقاء بمستوى الفرد من جميع النواهي، ونظرا لما لها من أهمية قصوى في بناء الأجيال، نجد قلة من الشباب التشادي المثقف لا يزال يقرأ ويرتاد المكتبات العامة ويقتني الكتب المختلفة، سياسية كانت أم أدبية، وغيرها من أمهات الكتب الثمينة التي تنمي القدرات وتفتح الآفاق. تترك القراءة في نفس القارئ أثرا لا يمحى من تثقيف ومعرفة. يتحدث البعض عن رحلته مع القراءة، كيف بدأت وأين وصلت وماذا تعني له القراءة بحد ذاتها. القراءة تأتي لمعاني عدة، وأهمها هو الكشف والوصول إلى الحقائق، لأن معنى كلمة القراءة يأتي بمعنى الضم، ويأتي بمعنى التنسيق، ويأتي بمعنى الاختيار. فعمومية القراءة هو يعني اختيار الشيء المألوف والحقائق الظاهرة للوصول إلى الحقائق الكامنة الثابتة. رغم وجود المكتبات العامة في الجامعات وبعض المدارس وظهور النوادي والمنتديات والصالونات الأدبية والحملات الشبابية التي تنادي بأهمية القراءة كحملة اقرأ، تلك الحملة التي تحث الشباب والمجتمع وطلبة العلم على مطالعة الكتب، إلا أن ظاهرة العزوف عن القراءة ومطالعة الكتب لا تزال تجته هذا المجتمع، تاركة إياه يعاني من حالة ركود ملحوظ في القراءة. القراءة هي الحياة، بمعنى إذا أنت تقرأ دائما تعيش. القراءة هي ضد الجهل، القراءة قوى الظلم وقوى التخلف. ليست عبثا أن أول كلمة نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ. القراءة هي كل شيء، فالإنسان مجبول على حب التعلم والمعرفة. باختصار شديد، القراءة هي أقصر الطرق للتعلم وأقواها للتعلم. الرحلة مع القراءة هي رحلة يعني متأخرة جدا، تكاد أن تصل إلى الشيخوخة، لكن القراءة لا زمن لها. الطفل التشادي هو ينشأ على القراءة منذ طفولته على الكتاتيب، ثم بعد تلك النشأة ومع مداومتها تأتي مرحلة أخرى، وهو الجلوس مع المشايخ في الحلقات الدينية وغيرها. ثم بعدما تتفتح أزهار وآفاق العقول، يعني تتبقى الفكرة وتتبقى يعني القوة الداخلية لصاحبها أن يختار وينتقي يعني ما يعجبه من أنواع الكتب. رحلتي مع القراءة كانت رحلة ممتعة، بدأتها وأنا في المرحلة الابتدائية، ولا زلت أتذكر بدأتها وأنا في الصف الرابع الإعدادي، عندما كنت مع زملائي في الفصل وأنا أصغرهم سنا، واستدعى المدير والدي فأخبره بأني من أصغر الطلاب، فعلي أن أبذل ما بوسعي من أجل أن أسايرهم. فبدأت رحلتي مع القراءة منذ تلك الفترة وإلى الآن. العدد التقريبي للزوار ما يربو من 130 زائرا في أثناء الدراسة، ويقل أحيانا إلى النصف وأحيانا أخرى إلى الربع من هذا العدد في حالة توقف الجامعات ووقوف الدراسة، ممكن يكون إلى الربع من اللي هو ربع 130 يوميا زائر لهذه المكتبة. أسباب كثيرة وعديدة، وممكن أذكر منها أشياء بسيطة. أولا، قيام الندوات حول أهمية القراءة. ثانيا، عدم تكييف المكتبة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. ثالثا، عدم
إدخال المكتبة الفصول الدراسية كمادة تثقيفية تدرس للطالب. 4. عدم منح الطالب فرصة أي الجداول أثناء الدراسة كلها مليانة لم تراعى فيها أهمية المكتبة وإعطاء الطالب فرصة لدخول المكتبة. 5. ظهور المكتبة الإلكترونية المنتشرة عبر الهواتف الذكية قللت من أهمية المكتبة الورقية. ولأن القراءة نزهة في عقول الرجال كما يقال، فإنه ومتى عرفت الأمة للكتاب قدره وحفظت مكانته نالت حظها من الرقي والسمو واسترجعت حضاراتها. والأمة التي لا تقرأ تحمل في ذاتها بذور النهاية. وعلى هذا فإن هناك بعضا من النقاط إن اهتمت الجهات المعنية بها لقللت من ظاهرة العزوف عن القراءة، ولخلفت لنا جيلا قارئا نتباهى به أمام الأمم الأخرى، كزيادة المكتبات وتفعيل دورها وإنشاء معارض للكتاب وحث الشباب عن القراءة ومرافقة الكتاب وتوفير الكتب التي يسهل اقتناؤها وتسمين المبادرات التي تدعو إلى القراءة وتشجيعها كحملة اقرأ التي تقام بجهود فردية كل عام تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب. رجعنا من جديد وشكرا للأخ أحمد محمد عمر الذي أعد لنا هذا التقرير الذي يتحدث عن العزوف عن القراءة. فنتمنى أن الكل يقرأ والكل يكون قارئ حتى نثقف أنفسنا ونثقف الآخرين، فالقراءة مهمة جدا فيها. طبعا، وكمان نهنئ الشباب القائمين على حملة اقرأ، خاصة احنا حاليا في موسم القراءة، فنهنئ كل الشباب اللي قاعدين يبذلوا كثير من الجهد في سبيل توعية الناس في القراءة. هذا شيء مهم جدا، ولكم كثير التحية.